دكتور رفعت، كيف ترى عودة مجلس الشعب المنحل في هذا التوقيت؟ أولا هذا التوقيت يجب أن نربطه باجتماع مجلس شورى الإخوان أمس، ويتبدى الأمر وكأن الموضوع نوقش في مجلس شورى الإخوان والتزم به الرئيس، وهذا مؤشر شديد الخطورة، لأنه يعني أن الرئيس يحكمنا بما يحكمون هم به عليه. دكتور رفعت اسمح لي، هل هذه معلومة أم تحليل؟ لا ده تحليل. النقطة الثانية أنا عايز أقول إنه الحكم المحكمة الدستورية العليا نص على أن المجلس والعدم سواء، ومن ثم إلغاء المرسوم الصادر من المجلس العسكري لا يعطي أي شرعية لاستمرار مجلس الشعب. مجلس الشعب التحدي حكم المحكمة الدستورية العليا أمر لم يحدث في أي بلد ديمقراطي أو حتى بلد متحضر، وأنا أحذر الدكتور مرسي من أنه لم يصبر على الديمقراطية أكثر من بضعة أيام، وحكمه ومرسومه هذا مرسوم استبدادي ويضع البلاد في موضع شديد الحرج، لأنه إذا كان رئيس الجمهورية لا يحترم أحكام القضاء فلماذا يحترمها المواطن العادي؟ رئيس قبائل الزولو لا يمكن أن يصدر قرار هذا. هل تتوقع دكتور رفعت أن يكون هناك أزمة بين السلطة القضائية ودكتور محمد مرسي مثلا؟ أو الأزمة وجدت طبعا، الأزمة وجدت، بس المحكمة الدستورية حتى تصدر قرار ضد رئيس الجمهورية، الأزمة وجدت. هو أعلن أنه لا يعتد بأحكام القضاء، وأعلن أنه يحكم بشكل مستبد، وعلينا أن نحذره من ذلك، لأن هذه مسألة شديدة الخطورة، وإذا استمرنا في هذا يتحل القضاء بقى. دكتور رفعت، تتصور أن إجراء استفتاء على قرار حل مجلس الشعب كان حلا بديلا وقانونيا أيضا؟ الاستفتاء يكون في حالة صدور قرار بحل مجلس الشعب، لكن قرار الدستورية العليا هو والعدم سواء، وهنا لا يجوز الاستفتاء على حكم المحكمة الدستورية العليا، المجلس والعدم سواء، وعلى الدكتور مرسي أن يعرف ذلك، وأنه يخالف أحكام القانون والدستور ويضع نفسه ويضعنا في موضع شديد الصعوبة. نعم، دكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، شكرا جزيلا لك.